بنتي، من لما حكيتيني امبارح بالليل وانا قاعدة عم فكر، ما لقيت يعني حدا احسن مني ناسبه لعمك. شو بده يعني احسن من هيك؟ انا اللي تم ياكل مالي تم يحكي منه، يعني ببقى انا قريبة منك واخواتك بيضلوا معنا، وبلكي الله بوفقنا ومنجوز اختك جمله لاخوه ربعي، وهيك منكون حطينا خبزاتنا على جبناتهم وما طالعنا حدا لبرا. ايوه، وفتحي لما بيكبر بياخد وحده من اخواتي. إلهي كملك بعقلك يا لولو. شو رأيك؟ معقولة أنت أمي؟ معقولة؟ الله يخليكي، الله يخليكي، لا تخربي لي كل شي عم ببني. أنت هيك رح تخربي بيتي. إيه أنا ما صدقت أنت كسبت أخواته لصبحي. طالع على أبوكي الله يرحمه، ما بتفكري إلا بحالك. أنت أنانية، ولك أنا بدي أفهم شو بيضرك إذا أنا تجوزته لعمك؟ أنت ما بتحبي غير حالك. لك هلكت وانا عم بشتغل على المكنه ليل نهار لحتى ربيكم، يعني ما بيطلع لي انه انا عايش يومين؟ لولو ساعديني تقبريني امي. وهيك امي، وهيك يسترع امي، خليني شلك هالباروكه وهالمكياج وهالمناكير هدول. امي الله يوفقك، لا تحرجيني قدامهم، ما بدي اياهم يهتوني، مو ناقصني انا. عم تستعري مني؟ احكي صدق لولو، مين احلى انا ولا هنجل اللي اسمها الدكتوره طلما؟ شو كان ناقصني يعني غير الاحمر والاخضر وهالبيروكي وهالبرينكير لحتى انا اطلع احلى منها؟ احكي لشوف. شو رايك بتيوري امي؟ انت سخنانه شيء؟ امي ايديك هيك هلا عم تقولي سخنانه، بكره بتقولي انا جنيت. اسمعي لولو، اذا ما بتسعيدي بعمك لا انت بنتي ولا انا اعرفك، فهمانه؟ لك اختي ليش ما بتفهمي علي؟ يبليني بحمه منك، كمان طلعت بنظرك قليله فهم. وانت ابو حمدي كمان رايك فيني هيك؟ انا ما حكيت شيء، ما نطقت الحرف. اخي ابو صبحي سمعت مني شي كلمه؟ وانت يا ابو حمدي دخيلك دخيلك، لا تتبليني، حاسس بحالي طالع السكري لراسي لفوق. من على عيونك بعرفك تحجج، لقلك بالسكري تحجج. شوف اخي، إذا بدك الدكتورة تصطفل منك إلها، بس مثل ما قلت لك أنا بطريق وإنت بطريق، وإذا بدك أنا بلاقي لك عروس. ما حدا يقوم أنا بفتح. شايف يا أبو صبحي؟ شايف كيف عم تتبلاني؟ الله وكيلك ما تدخل، اوعى تخليها تحكي معها شيء، اوعك. وهي حتى لو قالت لك ما بيها تحكي معك لا تصدقها. شكرية رغم كل العلل اللي فيها بس قلبها طيب ورقي. يا ترى مين اجا؟ بس ما تكون الدكتوره طلة هلا بتقلع معها. وشوف لك مين؟ ولا لا لا لا، عفيني عفيني يا ابو صبحي، الله يرضى عليك. لك دقونا من المستشفى مشان رجلي، ما بدها تخليهم يجوا يشوفوها. تفضل يا اخي. يلا يلا تفضل تفضل. شوفي يا اختي، حضرته عزمي سكجها. شوفي يا اخي، جايك طرد بريدي تعيد فيه انه يسلمني يا مرضي، قال بده يعطيك يا لك بالذات. ما بعرف، اسمعنا بالهويه سامي. يا امره هيدا وين؟ هي اول مره بتجيني طرد على البيت. يلا بركي في شي حلو. يلا هيدا ولدي شرب. تفضل وقال يا امره. هات. وين الطرد؟ برا على الباب. يلا يلا شو هالطرد كبيرة؟ سلامات. ايه سلام بس. يلا سلام عليك. واقف واقف تاخذكم، الله يعطيكم العافية. سلام عليك. شو في هالصندوق هاي؟ والله ما بعرف يا أخي، علمي علمك. أبو حمدي افتحوا لنا، شوف افتحوا لنا، شوف خليني شوف. لا حبيبي لا، اعفيني من هالشغلة هي، خلي الحمدي تفتحه بلا ما تلاقي لك شي سراب وتخانقني أنا كمان. سلام عليكم. تحية تحية. إيه على عيني. لا تواخذني عزمي، بس ما لقيت غير هالطريقة لحتى اشوفك وحاكيك.